أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يختلف الأمريكيون مع الإسرائيليين في عدد الشهداء وكم فلسطينيا يجب أن يموت يوميا. معدل الشهداء حاليا هو 150 شهيدا يوميا، والأرقام تشير إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 1000 فلسطيني في غزة منذ رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا على إسرائيل في شان انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الجريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وهذه الإحصائية للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. في المقابل يسجل الفلسطينيون ومقاومتهم أسطورة في الصمود والتحدي والمواجهة وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة، في حين تواصل القوات المسلحة اليمنية استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية والمتوجهة نحو موانئ الاحتلال. والمقاومة الإسلامية في العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في مطار أربيل، فيما المقاومة الإسلامية في لبنان أرسلت طائرة مسيرة نحو حيفا وتواصل دك المواقع والمستوطنات الإسرائيلية. وللاطلاع أكثر على مجمل الأوضاع الميدانية في طوفان الأقصى معنا الخبير العسكري اللواء واصف عريقات والخبير العسكري العميد شرب أبو زيد. مرحبا بك سيادة العميد، وأبدأ معك من آخر التطورات الميدانية. قطاع غزة بكل تأكيد يعني هو البؤرة الأكثر سخونة في محاور وجبهات طوفان الأقصى المتنوعة والمختلفة. اليوم رصد العديد سواء لناحية ارتكاب الاحتلال المجازر في قطاع غزة أو إعادة توغل في مناطق معينة من شمال القطاع، إضافة إلى الأفعال أو الأعمال المقاومة من قبل المقاومة الفلسطينية التي استطاعت خلال الأيام الماضية أن تكبد الاحتلال خسائر فادحة، ويوميا يعترف الاحتلال بجرحى وقتلى. ماذا لدينا في خريطة وتفاعلات الميدانية اليوم؟ نعم، بما يختص بشمال غزة نحن نعلم بأن فشل العدو الإسرائيلي في تحقيق هدفه الأساس، ألا وهو يعني القضاء على حركة حماس في شمال قطاع غزة، وبالتالي واضطراره إلى الانسحاب من شمال قطاع غزة معظم قواته. بقي هنالك فرقة ناقص تعالج في شمال قطاع غزة، ألا وهي الفرقة 162. فإذن هذه الفرقة وزعت قواها كالتالي، هي تقوم بمهاجمة يعني القطاع من ناحية الشرق بواسطة دباباتها، وهنالك أيضا إعادة انتشار لهذه المنطقة من جنوب العطاطرة باتجاه الشيخ رضوان، شمال الشيخ رضوان أو غرب الشيخ رضوان، مخيم الشاطئ وباتجاه الرمال وصولا إلى جنوب مدينة غزة. ورأينا اليوم بأن كان هنالك دور هام ل يعني البحرية، بحرية العدو الإسرائيلي، في إقامة سدود نارية على هذه المنطقة، ويعني تقريبا يعني كأنها تحاول منع السكان من العودة إلى هذه المنطقة. يبدو أن الهدف الأساس لدى العدو الإسرائيلي يتركز في الشمال الآن هو على منع أي عودة للسكان إلى منطقة شمال قطاع غزة، وخاصة أنهم يستهدفون المنازل التي يعني يرصدون فيها بعض الأهالي. لذلك نرى أن هنالك ارتفاع في عدد الشهداء في شمال قطاع غزة. كان هنالك من الأمس إلى اليوم 12 مجزرة ذهب ضحيتها بما يقارب 142 شهيدا، إضافة إلى 278 جريحا، وبالتالي كانت حصيلة كبيرة. القوى المتقدمة كانت اليوم من جهة جبل الريس، من جهة التفاح، ومن جهة حي الدرج. وهنا رأينا بأن كان هنالك تدمير للدبابات وللآليات التي كانت في حي الدرج وفي التفاح، إضافة إلى يعني قصف جوي وبحري على الشيخ رضوان وعلى جباليا، وغارات جوية على جباليا وعلى الشيخ رضوان. العمليات كيف تتم في الداخل؟ نحن نعلم بأن المقاومون يخرجون من الأنفاق، وبالتالي ليس هنالك مواقع ثابتة للمقاومين
يقارعون بها العدو الإسرائيلي المتداخل، وإنما استنادا لمعلومات لدى استخباراتية معينة، وهم يجيدون عملهم في ذلك. هم لديهم معلومات مؤكدة بأماكن تواجد العدو الإسرائيلي، محاور تقدمه إلى ما هنالك. فإذا العمليات تتم هي عمليات كر وفر، يعني تخرج مجموعات صغيرة من المقاومين يقومون بمعالجة الأهداف من دبابات، من ناقلات جند، من بعض الجنود المتمركزين في بعض المناطق، ثم ينسحبون إلى الأنفاق. ولذلك نرى بأن المنطقة هذه هي دائما يعني حي التفاح، الشيخ رضوان، جباليا، وحي الدرج. هذه المنطقة ما تزال يعني هي منطقة الاشتباكات الأقوى، وخاصة على مسافات صفر بما يختص بهذه المنطقة. وكما قلنا العدو يعمل على منع أي عودة، وعلى خاصة منع إعادة يعني الهيكلة المدنية لحماس في شمال قطاع غزة. هو أحد أهدافه هو القضاء على حماس، وكيف به أن تعود حركة حماس، إدارات حركة حماس، وتحديدا القوى الشرطية أيضا، بالضبط، يعني شرطة حركة حماس إلى عملها وإلى مزاولة عملها، حتى لو في الأنقاض، على الأنقاض في شمال قطاع غزة. لما لهذا الشمال من عبرة ومن معنى كبير في الفكر المقاوم الفلسطيني. طيب، هذا فيما يتعلق بمحور، دعنا نقول شمال مدينة غزة. أيضا المنطقة الغربية، وتحديدا منطقة مجمع الشفاء سيادة العميد، على ما يبدو انطلاقا من جنوب مدينة غزة كان هناك توغل يوم إسرائيل. كان هناك مجزرة هنا في هذه المنطقة، كان هناك مجزرة فعلية ما بين يعني القصف. القصف تركز على محيط مستشفى الشفاء وعلى مسجد النور. كان هنالك أكثر من 30 شهيدا في هذه المنطقة. هم يستهدفون حتى المساجد، هم استهدفوا المسجد وليس محيطه. يعني هذه التفجيرات كانت على مسجد النور. كان هنالك يعني مواطنين فلسطينيين محتمين في داخل اليوم هو يوم الجمعة، وربما يذهب البعض إلى أداء صلاة الجمعة. ما زال البعض إن وجد مسجدا في يوم الجمعة توجهوا للصلاة، وبالتالي هذا تعمد. قصف المسجد ومحيطه ومحيط مستشفى الشفاء، هم لا يريدون أي وجود للمدنيين هنا. يعني حتى أكثر من ذلك، عندما ننتقل إلى المنطقة الوسطى سنرى ما هو عمل الفرقة 99 في المنطقة الوسطى. أهم يعني بند في عملها، وهو أن منع أي تواصل ما بين المنطقة الوسطى والجنوبية مع القطاع الشمالي، يعني شمال قطاع غزة. يعني وهون أكبر دليل بأنه العدو الإسرائيلي لا يريد أي عودة للمدنيين الفلسطينيين، لأهالي قطاع غزة الشمالي، إلى منازلهم، إلى القطاع. وحتى هم أدخلوا العودة كشرط من شروط تبادل الأسرى الإسرائيليين، هذا إذا ما حصل هذا التبادل. طيب سيادة العميد، أود أن أتوجه يعني قبل أن نذهب إلى المنطقة الوسطى، سأتوجه إلى اللواء واصف ريقات بسؤال حول هذا الأمر. مرحبا بك سيادة اللواء. يعني الاحتلال الإسرائيلي أعلن بأنه سينتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية، تحديدا في شمال القطاع، وهو ما تحدث به وزير الحرب الإسرائيلي يوف جالانت، وقال سننتقل إلى الحرب البرية من أسس هذه، أو عفوا إلى المرحلة الثالثة من الحرب البرية. من الأسس المعتمدة هو تقليل الوجود البري والانسحاب إلى مراكز التوغل الأساسية، أي تحديدا جنوب مدينة غزة، منطقة مستوطنة نير سريم، جنوب الشيخ عجلين، والمناطق الشرقية والشمالية التي بدأ منها التوغل. لكن ما نراه على خريطة اليوم كما رأينا مع سيادة العميد شربل، أن الاحتلال أعاد التوغل إلى عمق ومناطق معمقة من غرب مدينة غزة. كيف ترى هذا المشهد؟ يعني أولا القيادة الإسرائيلية سواء كانت سياسية أو عسكرية حتى الآن تتخبط حقيقة. يعني نتحدث عن 106 أيام، نتحدث عن معركة حتى الآن معركة متحركة، ومعروف بالعلم العسكري المعركة المتحركة لا تنجز أهداف، ولم تنجز أهداف مهما طالت أمد القتال. بالتالي إذا ما سمعنا نتنياهو ماذا قال، قال سنستمر في القتال حتى نهاية العام 2024، وربما قال أكثر من ذلك، حتى تحقيق الأهداف وحتى الانتصار. وزير الحرب جالانت ماذا قال؟
قال أنهينا مهمتنا بالشمال وانتقلنا إلى الجنوب، وقريبا سننهي في الجنوب إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هناك وجهات نظر حولها، يعني نتنياهو يقول أنه حتى الانتصار، جالنت قال في شهر 12 قال لمدة شهرين وربما أقل من شهرين، ومر أكثر من شهرين. بن غفير سموتريش يقولون إعادة احتلال قطاع غزة وإعادة المستوطنين والمستوطنات فيها. الأمريكي أيضا وله يعني رأي مهم، يقول الانتقال إلى المرحلة الثالثة يعني تقليل الحرب البرية والاعتماد على العمليات المركزة والحرب الجوية، وتسريح المستوطنين أكبر عدد ممكن من أجل الاقتصاد، وإعادة أهالي قطاع غزة إلى الشمال. إذن نحن أمام أربعة اتجاهات، من سيسود في هذه الاتجاهات؟ وأنا تقديري أن الأساس في كل هذه الاتجاهات هو الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية. مدام هناك مقاومة فلسطينية موجودة ومنتشرة على مساحة 365 كيلومتر وتقاتل وتشتبك مع العدو الإسرائيلي حيثما تواجد، وكما نشاهد بأشرطة الفيديو، وخاصة أن هناك غزارة اشتباكات، وهناك تكثيف للعمليات للمقاومة الفلسطينية، وهناك سيطرة ميدانية، وهذه تبث بالصوت وبالصورة، أفلام فيديو، حين يمتطي المقاتل الفلسطيني ظهر الدبابة بكوع متفجر ويفجرها، ويعيد تصنيع الصواريخ الغير منفجرة إلى ألغام فاعلة ويفجرها بالدبابات. إذن نحن نتحدث عن مقاومة فاعلة مسيطرة تعرف ماذا تريد، العدو الإسرائيلي منظور لها، في حين أن العدو الإسرائيلي غير منظور له المقاومة الفلسطينية ولا قدرتها، فبالتالي هو يعتمد على الدبابة، ما زال يعتمد على الدبابة، يعتمد على المدفع، يعتمد على الطائرة. وفي هذه الحالة أنا بتقديري ما دام الجندي الإسرائيلي مختبئ بدباباته ويخوض معركة متحركة لا ثبات على الأرض، لا يوجد ثبات على الأرض حتى الآن. طب سيادة العميد، يعني في هذا المقطع الفيديو الذي كان يعرض قبل قليل كان هناك عملية استهداف مزدوجة من قبل المقاومة الفلسطينية، ومن الواضح أن فعالية العبوات الناسفة ربما باتت أكثر وضوحا في الآونة الأخيرة في المعركة. هذا ومقطع سيبث الآن مقطع الفيديو حول الاستهداف المزدوج الذي تم بعبوة شواظ وأيضا بقاذف الياسين 105. يعني باعتقادك، هذا مقطع فيديو بثته كتائب القسام لعملية استهداف لمجموعة من القوات الإسرائيلية الخاصة في منطقة جباليا البلد في شمال قطاع غزة. كما نشاهد طبعا سيادة العميد هذا المقطع، هناك عملية رصد وتتم، يعني من يشاهد من يصور بالكاميرا الأمر يتم بكل أريحية، يعني عملية التصوير تتم بشكل واضح أمام المبنى المستهدف. ما دلالات هذا الأمر وكيف تفسر هذه الثقة الكبرى؟ سؤال لي. نعم ستي. يعني واضح أنه هذا مهارات ميدانية ومهارات قتالية عالية عند المقاومين الفلسطينيين. المقاوم الفلسطيني يعني يتكيف مع الواقع الميداني، ونحن نتحدث عن مقاوم له أكثر من 106 أيام يعيش بين الأنقاض، يعيش في ظروف غاية في التعقيد صعبة، يتلقى الضربات البرية والجوية على مدار الساعة، يسمع عن الحرب الإبادة الجماعية وعن التطهير العرقي وعن سياسة الأرض المحروقة، وهذا الركام الذي حولوا الجيش الإسرائيلي ليصبح في خدمته أصبح يعني المقاوم الفلسطيني يسخر لخدمته. فبالتالي يعني الآن هو يستخدم كما تستخدم الأنفاق وكما تستخدم يعني الخنادق في الجيوش، فبالتالي هو يستطيع أن يستخدم كل هذه لصالحه. هناك تنسيق وتعاون بين مجموعات المقاومين الفلسطينيين، واضح تماما أن هناك قدرة على التتبع، على الرصد، على المراقبة، على استخدام الأسلحة، يعني حتى الأهداف المتحركة المقاوم الفلسطيني يستطيع إصابتها بدقة. ومعروف عسكريا أنه الأهداف المتحركة من أصعب الأهداف التي تواجه الرماة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المقاومين الفلسطينيين، لأن هناك سرعتين، سرعة للدبابة أو الآلية وسرعة للمقذوف، فيجب أن تتوائم السرعتين مع بعض حتى تكون الإصابات دقيقة، وهذا ما نلاحظه.
وأنا بتقديري هذه رسالة قوية من المقاومة الفلسطينية للجيش الإسرائيلي ولصناع القرار في إسرائيل، أن هؤلاء المقاومين الذين يعيشون في ظروف صعبة وأسلحتهم متواضعة وإمكانياتهم قليلة في مواجهة في ظل إمكانيات الجيش الإسرائيلي، الجندي الإسرائيلي مدجج بأحدث أنواع الأسلحة، محصن بالدبابات، لديه مدفعية برية تسانده، لديه طائرات تسانده، نعم. ومع كل ذلك لا يستطيع أن يتقدم إلى المباني إلى المناطق إلا والكلب أمامه أو الروبوتات صحيح. أمامه أو الطائرات المسيرة أمامه. إذا نحن نتحدث عن إمكانيات غير متكافئة مع المقاومين الفلسطينيين، ولكن المقاوم الفلسطيني يتفوق على الجندي الإسرائيلي ببسالته، بشجاعته، بإقدامه، بقدرته على استخدام كل الوسائل. هذا سيادة اللواء من ناحية تأهيل المقاوم الفلسطيني، ولكن سيادة العميد أود أن أسألك، يعني الحرب الروسية الأوكرانية أكثر ما أبرزته كان هو ظهور ما يسمى بالمسيرات بشكل مكثف في الاستخدام. الحرب التي تجري الآن في قطاع غزة، وبحكم يعني اطلاعك على خبير في أمور المدفعية، ما أكثر شيء قد أبرزته وجعلته ربما هو مفاجأة هذه الحرب وسيدرس في العلوم العسكرية حقيقة؟ حقيقة هون نحن نرى بأن العنصر هو الأساس في المعركة، في معركة الأنفاق وفي معركة الأبنية المهدمة. وكما سبق وقال سيادة اللواء بأن أصبحت هذه الأبنية المهدمة هي يعني تلعب دور كالأنفاق بالنسبة إلى المقاتل الفلسطيني، وبالتالي يعني المقاوم، وبالتالي أصبحت تؤمن له التغطية. وهنا أريد أن أضيف شيئا، بأن العدو الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي في حربه، إن كان مع في غزة أو إن كان على الجبهة الشمالية مع لبنان. هنا يجب يعني أن نقول بأن بالرغم من هذا الاستخدام للحرب لهذا النوع يعني من الذكاء الاصطناعي، ولكن ما يزال المقاتل الفردي يتفوق عليها بحمايته من قبل الأنفاق بطريقة يعني تصرفه بكشف الأهداف، باستطلاع الأهداف، وبمعالجة هذه الأهداف أحيانا إفراديا، وهذا ما يقلل يعني إصابة المقاوم ويكثر من إصابة العدو الإسرائيلي في الجبهة. فيما يختص بقطاع يعني وسط قطاع غزة، إذا ما سمحت، هنالك كان تركيز على الوسط اليوم على ثلاث نقاط أساسية في الوسط. كان هنالك تركيز على البريج، المغازي والزوايد. في هذا المثلث ذهب اليوم حوالي 30 شهيدا فلسطينيا. الطائرات كانت تغير بشكل كثيف على البريج، بالإضافة للدبابات كانت باتجاه المغازي. اكتشف المقاومون مجموعة من العدو الإسرائيلي يعني تجمع في السعايدة، فقاموا بقصفها بالهاون ومعالجتها. كذلك الأمر كان هنالك قصف على أنصيرات وقصف حتى بحري على أنصيرات. كل البلدات والمدن الواقعة لناحية الغرب يتم معالجتها في كثير من الأحيان أيضا من قبل بحرية العدو الإسرائيلي. كذلك نرى بأن هنالك كان حوالي 15 شهيدا اليوم في أنصيرات. ولكن كما قلنا في الشمال هنالك عمليات كر وفر. اللواء 99 هذا هو يعني وادي غزة. وادي غزة هو على هذا صحيح. العلو باتجاه يعني غلاف غزة. هو يحاول العدو الإسرائيلي منع أي تسلل من هذه المنطقة ومنع أي إمدادات. وكما سبق وقلنا هذا هو الشمال، هو يمنع أي يعني مواطنين فلسطينيين من العودة باتجاه الشمال. أما بالنسبة إلى دير البلح فكان هناك اليوم غارات جوية وقصف مدفعي كثيف على دير البلح. هذه كانت الصورة في وسط قطاع غزة.
بما يختص بجنوب قطاع غزة وهي الجبهة الأكثر اشتعالا وما يزال يتركز عليها. هنالك فرقة زائد معززة في جنوب قطاع غزة. جنوب قطاع غزة الدبابات تحاول يعني من عبسان الكبرى ومن معن باتجاه خان يونس. اليوم تركز القصف على محيط مستشفى الأمل، محيط مستشفى ناصر وقيزان النجار. هذه المنطقة الغربية لخان يونس كانت تتعرض لقصف الطائرات ولقصف المدفعية وقصف بحري كثيف. هذه المنطقة الغربية وكذلك الأمر في قلب خان يونس كانت تشتد الاشتباكات، حتى أن هنالك كان اشتباكات على مسافات متقاربة مع عناصر من العدو الإسرائيلي، ولكن التحام مباشر ما بين المقاومة. نعم التحام مباشر. نعود إلى جنوبا نحو رفح. ما يزال يعني العدو الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان تفريغ هذه المنطقة القريبة من محور فيلادلفيا، يعني تفريغ رفح. لذلك يتم التركيز القصف على محيط مستشفى الكويتي، على رفح، على جنوب رفح، وأيضا بواسطة الدبابات وبواسطة المدفعية. وهو يريد كأنه يعني دفع هؤلاء المواطنين باتجاه الداخل قليلا. يبدو بأن ما يزال محور فيلادلفيا هو يعني الأساس في فكرة المناورة لدى العدو الإسرائيلي. يريد كأنه السيطرة على محور فيلادلفيا في الجنوب لتحقيق أهدافه كما يقول، وهي تدمير حماس والسيطرة على كامل قطاع غزة. فإذا هذه هي الصورة كانت في جنوب قطاع غزة اليوم. طيب قبل أن أنتقل إلى سيادة اللواء وصف عريقات، سنستعرض هذه المشاهد التي بثتها سرايا القدس من استهدافها التحشدات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم شرق البريج بصواريخ 107 وبدر 1. نتنياهو يا حقير، كانت هذه مشاهد بثتها سرايا القدس لاستهداف تحشدات العدو في محاور التقدم شرق البريج. سيادة اللواء واصف، يعني فيما يتعلق بمختلفة التطورات التي سردنا قبل قليل حول جنوب قطاع غزة، أود أن أسألك عن احتمالية أن يقدم الاحتلال على أي عمل عسكري فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، لا سيما أن هذه المنطقة تحديدا لا ترتبط فقط بالأوضاع الميدانية والعسكرية، بل تحتاج إلى قرار سياسي على مستوى عالي. يعني أولا القرار السياسي ربما ما زال في ذهن نتنياهو. يعني دعنا نعود إلى الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ماذا قال رئيس الكيان الصهيوني؟ قال نقتل الفلسطينيين لأنهم فلسطينيين موجودين في نتنياهو قال لا تحدثوني عن الإنسانية ولا عن القوانين الدولية. هناك وزير قال سنلقي عليهم قنابل نووية، ويصفون الفلسطينيين بالحشرات وبالحيوانات البشرية. إذن قتل الفلسطيني هو هدف أساسي عند الإسرائيليين. لذلك الآن الجيش الإسرائيلي يخوض حرب انتقام، حرب ثار.
الكل مسؤول 17، لذلك يريدون قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. الهدف نتنياهو وفي حق قياداته، وتحدثوا بصريح العبارة، أنهم يريدون غزة بدون أهلها. فبالتالي إذا ما طبقوا ونفذوا محور فيلادلفيا، هذا يعني أنهم ما زالوا مصممين، ليس فقط من الناحية العسكرية، لأنه من الناحية العسكرية لا شيء يضيف جديد على خان يونس وعلى الشمال وعلى الوسط، ولكن إذا ما أرادوا السيطرة على محور فيلادلفيا صلاح الدين، هذا يعني أنهم يريدون تنفيذ التهجير، يريدون دفع الفلسطينيين إلى الهجرة. لذلك هم طلبوا منهم أن ينزحوا من الشمال إلى الوسط ومن الوسط إلى الجنوب، وهم الآن يجمعوهم في منطقة رفح، ويقوم الطيران الإسرائيلي بقصفهم في الأماكن التي تعتبر آمنة، حيث تم الإعلان عنها. فبالتالي نحن نتحدث عن محور خطورته ليس فقط من الناحية العسكرية. من الناحية العسكرية المقاومة الفلسطينية موجودة، المقاومة الفلسطينية منتشرة، تتواجد في كل مكان يتواجد فيه الجند الإسرائيلي، وبإمكانها أن تشتبك معه في كل مكان لا ضير. ولكن الأسهل بالنسبة لإسرائيل إذا ما سيطرت على محور فيلادلفيا وصلاح الدين، أن تعمل على تهجير الفلسطينيين قصرا. وما زال هذا يعني في ذهن نتنياهو وبن غفير وسموتريش. نعم. وبالأمس يعني تحدثوا بصريح العبارة، قالوا نريد أن نعيد، يعني نريد غزة بدون سكانها، ونريد أن نعيدها بساتين ليسكن فيها المستوطنين. فبالتالي نحن نتحدث عن عقلية إرهابية ما زالت تفكر وتعتقد بأنه لابد أن يكون هناك تهجير للفلسطينيين، لأنه حتى الآن رغم كل الآلام، حينما نتحدث عن 24,600 شهيد وعن 61,000 جريح، تدمير 70% من المباني، ومع كل ذلك يخرج الفلسطيني ويقول سيادة اللواء، طبعا التدمير اليوم لا يقتصر فقط على المباني، عذرا على المقاطعة، ولكن لاحظنا أن الاحتلال اعتمد خلال فترة مؤخرا أيضا تدمير المقابر ونبش القبور، ويتحدث الاحتلال في تصريحات بأن عملية نبش القبور تمت من أجل التعرف على جثث الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، وتتم بناء على معلومات استخباراتية. باعتقادك، هل يملك الاحتلال القدرة على أن يتم تجريف جميع مقابر قطاع غزة من أجل أن العثور على جثث، وهو لا يأبه أساسا بالأحياء من الإسرائيليين؟ لا، هو يريد من أجل التجارة بالأعضاء البشرية حقيقة. يعني وهناك معلومات عند المقاومة الفلسطينية وعند الفلسطينيين بشكل عام، أن هناك تجارة منتشرة في الأعضاء، ليس فقط في القبور وإنما بالأحياء. حتى الأحياء الذين يتم إعدام، الإعدامات الميدانية كلها تذهب في من أجل تجارة. وأخي العزيز، ليس فقط المقابر، يعني بالأمس العالم كله شاهد كيف استهدفوا جامعة الإسراء، جامعة الإسراء التي تم السيطرة عليها واحتلالها، وكانت مقر للقيادة العسكرية الإسرائيلية لأكثر من أسبوع، بالأمس تم تدميرها. إذن نحن نتحدث عن أهداف أيضا بعيدة المدى، بمعنى يعني نعود إلى ما قاله كامبل بنرمان عام 1907، حينما قال أو وصى قبل وعد بالفور، قال زرع جسم غريب في المنطقة يحول دون وحدتها ويعمل على تفتيتها وتجهيلها، تفتيتها وتجهيلها. إذن أيضا هذه معركة جزء منها على الوعي، لأن هناك عقيدة جابوتنسكي التي تنادي بالجدار الحديدي، بمعنى أن يصل العربي، قالوا العربي قبل الفلسطيني، أن يصل العربي والفلسطيني إلى قناعة لأنه لا جدوى من مواجهة إسرائيل ومن قتال إسرائيل. اليوم هناك عقيدة الفلسطيني، نحن نتحدث عن 106 أيام والفلسطيني صابر وصامد، وبالعكس يوقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي. إذن الفلسطيني شكل وعيا جديدا مقابل وعي جابوتنسكي الذي يقول لا مجال ولا جدوى من قتال الفلسطينيين أو من تهجيرهم أو محاولة طردهم من بلادهم. نعم. طيب، عودة إليك سيادة العميد، يعني هذه كانت إحدى الجبهات في ملحمة طوفان الأقصى، والجبهة الرئيسية هي قطاع غزة، لكن ماذا عن أيضا الجبهات الأخرى وتحديدا الضفة الغربية؟ الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم في طول كرم، طبعا الاحتلال بينما واصل تكتمه على خسائره، تم رصد هبوط مروحية تابعة للاحتلال في وسط خان يونس في جنوب قطاع غزة.
ولكن بعد أيضا الانتهاء من هذه المشاهد المعروضة لرصد المروحيات الإسرائيلية في مناطق جنوب قطاع غزة، تحديدا خان يونس، وهذا يعني وجود عدد من الإصابات وربما القتلى أيضا. كان هنالك ثلاث دبابات تم تدميرها بواسطة شواظ في خان يونس بطبيعة الحال بالطاقم في يعني الذي يحتويها، وبالتالي يعني بطبيعة الحال يكون هنالك إصابات خطيرة. هذا ربما ما يفسر سيادة العميد هذه الطائرات التي تأتي لنقل الجرحى طبعا من خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى طولكرم في الضفة الغربية، حيث شيع أهالي طولكرم الشهداء الذين ارتقوا في العدوان العسكري الإسرائيلي على المخيم. وقد أثارت المشاهد أثار الدمار الذي ألحقه العدوان بمخيم طولكرم الذي تخللته أعمال تجريف وتخريب لممتلكات الفلسطينيين، وأسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان. وهذا ولا إيش الدمار، يعني إحنا متعودين على الإشي هذا، هم يفتشوا برجعونا من أيام منك بعد، إحنا هاي أصلا عشتنا يعني، وكل يوم يجي يهدوا دور طول ما شبابنا ملاح وما يصيرش، هذا كنادر الشباب كلها يعني. وان شاء الله خير والحمد لله، احنا كل ما يساوي هيك شو بيساوي بزياده، بخرب بزياده، بزيد معنوياتنا بزياده، الحمد لله. الساعه 7:30 في الليل بلش يفوتوا على المخيم جيش، بدهم يفتشوا الحارات، صاروا يفوتوا على الحارات يا واحد وواحد، يفتوا على الحارات 12 جندي مع بعضهم، دمروا دور جيراننا 2، وانا موجود في الدار انا ومرتي وابني واولاد ابني الصغار. طبل على الباب، فتحت له الباب، ضويت له الكهرباء. بقول له شو بدك؟ قال بدي افتش الدار. قلت له فتش الدار، مين عندك؟ قلت له عندي اولاد صغار وعندي مرتي وابني ومرت ابني. قال انتوا هسه لازم تطلعوا من البيت، لازم تروحوا على الاردن. بقول له اني اردن؟ قال لازم تروح على الاردن. بقول لي عندك صوره القدس في الدار؟ هذه إنا. قلت له هي مش لكم، هذه إنا. احنا جدلت انا وياه، بكره بدهم يضربوني حوالي 12 واحد. طلعوا على الطابق الثاني، طبشوا تلفزيونات، طبشوا عفش النوم، كتبوا على الحيطان، كاتب اسمه وكاتب انها هذه إنا زي شيلانو 7 اكتوبر. يعني طلع صار محرش بالقدس ليك سكينه في الدار، بلش يطبش في كبه الصخره، ما خلاش ولا شيء في الدار، الطابقين الفوقانيات دمار. طبعا سياده العميد كانت هذا تصريح من بعض المواطنين الذين تعرضت منازلهم الى التخريب وتعرض ابنائهم الى التنكيل من قبل الاحتلال الاسرائيلي في طولكرم. كيف بدت جبهه الضفه الغربيه على مدار ال 24 ساعه الماضيه؟ بما يخص بالضفه الغربيه، كان هنالك مثلث شمالا هو المثلث الأكثر حماوة، ونعني به طولكرم، يعني مخيم نور شمس ومخيم طولكرم من ناحية نابلس. والبارحة كان كافة جوار نابلس من دير الحطب سالم بلاطة وبيتا كانوا كلهم يعني في طور الاقتحام والمواجهة مع العدو الإسرائيلي وجنين. فإذن هذا المثلث هو المثلث الأكثر حماوة في الشمال. بما يختص بطولكرم، طولكرم ومخيم نور شمس، يعني مخيمين، مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، كانت الاشتباكات تدور لغاية 45 ساعة، يعني حوالي اليومين من الاشتباكات. العدو الإسرائيلي كالعادة وإعلامه كان هنالك تكذيب، يعني أخبار كاذبة بأن العدو استطاع إيجاد 400 عبوة ناسفة، واستطاع يعني إيجاد أيضا الكثير من قطع السلاح في منطقة في مخيم طولكرم أو في مخيم نور شمس، ولكن يبدو بأن العمليات كانت هي عمليات مواجهة. كان خائفا، لذلك كان دائما ما يدخل الجرافات أمامه خوفا من العبوات. المواجهات كانت على أشدها، وبالتالي كان هنالك جندي الأمس قتل في طولكرم، إضافة إلى 6-7 يعني شهداء كان في بما يختص بنور شمس وطولكرم. بما يختص بنابلس كذلك الأمر، اليوم في نابلس هنالك اقتحامات، هنالك اشتباكات، وهنالك اعتقالات في نابلس وضواحيها، وخاصة في خرب الطانة. في خرب الطانة بدأ المشكل، يعني الموضوع مع المستوطنين الذين لبسوا لباس العسكر الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي، وقاموا بالدخول إلى يعني المدن والقرى وإطلاق النار على المواطنين. كذلك الأمر بالنسبة لجنين، كانت اقتحامات ومواجهات مع العدو الإسرائيلي. يعني يبدو أن كتائب القسام هي
من يسيطر بالأكثر على جنين نابلس طول كرم، ولذلك يبدو لذلك بأن العدو الإسرائيلي غالبا ما يركز يعني عملياته على هذا المثلث. إضافة لذلك كان اقتحام للخليل اليوم ومحيطها في بيت لحم، كان اقتحام لحسان واعتقالات في حسان، في القدس شعفاط، مخيم شعفاط كان هناك اقتحام لمخيم شعفاط واعتقالات ايضا في مخيم شعفاط، اضافه الى رام الله والى اريحا. فاذا الخليل، بيت لحم، اريحا، رام الله، وانتقالا. اما في قلقيليا فالغريب ان يعني البارحه كان هنالك منع حتى الاذان في المسجد، يعني العدو الاسرائيلي حتى الاذان، حتى الصلاه، حتى وجود يعني المؤمنين يزعجه. ولذلك كمان ايضا امبارح كان هنالك اقتحامات ونوع من المواجهات في قلقيليا. هذا كان الوضع في الضفه الغربيه. طيب ابقى معنا استاذ رامي. استاذ اللواء، يعني فيما يتعلق بتطورات الاوضاع في الضفه الغربيه، كان ايضا ملاحظا المثلث في الاعلى، نابلس، جنين، طول كرم، عسكريا وامنيا وحتى مجتمعيا، لماذا تحديدا هذا الثلاثي؟ يعني دعني اولا اربط ما بين ما قاله سياده العميد شربل وما بين الشاب الذي في بدايه التقرير حينما قال يذكروننا بنكبه ال48. بالمناسبه نكبه ال48 هي عباره عن مجازر ارتكبها الصهاينه، شتيرن، العصابات شتيرن، غانا، الارجون، اقتحموا 750 قريه، دمروا 550 منها قرية ومدينة، ارتكبوا 51 مجزرة، واستشهد 15,000 شهيد في عام 48 من الفلسطينيين فقط. هذا يذكر بأن هذا الشاب الذي يقول يذكروننا بالنكبة، ومع ما قاله سيادة العميد شربل بأن الفلسطيني ما زال يعيش بذاكرة أجداده من العصابات، عصابات شتيرن وهاغانا والأرجون، عقلية قتل الفلسطينيين، عقيدة جابوتينسكي التي تحدثنا عنها قبل قليل. لذلك اليوم وما شرحه سيادة العميد يؤكد بأن الجيش الإسرائيلي 30 كتيبة منتشرة بالضفة الغربية كلها تعمل على كامل مساحة الضفة الغربية، في الشمال، في الوسط، في الجنوب، في الشرق، في الغرب. إذن نحن نتحدث عن الضفة الغربية، ولها منذ بداية العام 2022 تحت الضغط الإسرائيلي، تحت العمليات الاقتحام. كان هناك ثلاث خطط عسكرية، طنجرة الضغط وكاسر الأمواج وجز العشب. هذه خطط عسكرية وضعتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالتعاون مع الجيش ومع الأجهزة، مع أجهزة الدولة كاملة، من أجل منع تطور المقاومة الفلسطينية، ومن أجل ثني الشعب الفلسطيني عن احتضان المقاومة، أو حتى لا يكون هناك وحدة ساحات ما بين الضفة الغربية وما بين قطاع غزة. ما يجري على أرض الواقع الآن هو أن هناك شعب صابر صامد، رغم أن هناك 750 حاجز منتشرة. هذه الحواجز يعني تقطع أوصال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. يقوم الجيش الإسرائيلي، بوحداته الخاصة، بمسيراته، بدباباته، بآلياته، باقتحاماته، بإعدامات ميدانية، بتدمير البنية التحتية. يعني ماذا يريدون من الشوارع؟ ماذا يريدون من المباني؟ لماذا تقوم الجرافات الإسرائيلية قبل الدبابات بتجريف المباني وبتدمير البنية التحتية الفلسطينية؟ ولماذا يقول الضباط والجنود الإسرائيليين للمواطنين، وأنت سمعتهم، قال اذهبوا إلى الأردن؟ إذن ما زالوا بعقلية تهجير المواطن الفلسطيني وإبعاده عن أرضه. وكان بن غفير وسموتريش ونتنياهو كانوا واضحين في خطة الحسم التي أعلنوها، إما أن يقبل الفلسطيني بأن يكون عبدا لنا ويعيش تحت سيادتنا، وإما أن يقتل، وإما أن يهاجر. إذن نحن أمام جيش إسرائيلي ينفذ خطط إسرائيلية من غلاة المتطرفين. طيب هذا كان فيما يتعلق بجبهة الضفة الغربية. أما في أجبة الشمالية لفلسطين المحتلة، نشر الإعلام الحربي في حزب الله فاصلا بعنوان رماة ماهرون.
إخواننا بحمد الله وماة ماهرون. إذن كان هذا مقطع الفيديو الذي بثه حزب الله تحت عنوان رماة ماهرون. سيادة العميد، الجبهة الشمالية كما في كل يوم تبدو مشتعلة منذ 8 أكتوبر، حيث أعلنها حزب الله بأنها جبهة ضاغطة. كان هناك العديد من الأحداث البارزة عليها، وربما أحد أبرز حدث كان اليوم هو طائرة مسيرة وصلت إلى حيفا تقريبا. صحيح، وصلت إلى حيفا وتم اعتراضها. تفضل. لنبدأ بالطائرة. فإذا الطائرة هي، لنفترض أن هذه الطائرة مسيرة انطلقت من مكان ما ووصلت إلى هكريوت. هي كانت باتجاه هكريوت يعني، وبالتالي كانت باتجاه هدف مصنع أمني كبير للعدو الإسرائيلي. لم تصل اليوم، ممكن أن غدا تصل طائرة أخرى. وهذا ما يدل على أن قدرات المقاومة في الرد هي كبيرة. وهنا يستحضرني شيء ما، وأن أيزنكوت قال بأن يعني وجوده في الكابينت الحرب ما منع شن حرب على لبنان. أنا أقول بأن المقاومة في لبنان وما تختزنه من سلاح ومن أمور لم تزل يعني مخفية عن العدو الإسرائيلي. هذه واحدة من هذه الأمور المخفية. يعني العدو الإسرائيلي عندما يصعد مع جبهة لبنان، هو يريد من المقاومة استعمال أسلحة متطورة لكي يكتشف أو يستطلع بالنار ما لدى المقاومة من أسلحة ومن قدرات. بالرغم من أنه كما سبق وأشرت في بداية كلامي اليوم بأن العدو الإسرائيلي يستعمل الذكاء الاصطناعي فوق يعني الجبهة مع لبنان، كذلك الأمر فوق الجبهة مع غزة. بالرغم من ذلك، هو استطاع في بادئ الأمر أن يعني يحدث نوع من الخسائر في الأرواح لدى المقاومة، ولكن عندما انكشف ما لديه من مخطط قامت المقاومة بإعادة يعني صياغة تكتيكاتها بما يتناسب مع ما يحاول العدو من يعني إقامته أو التصدي لها، وبالتالي خفت وتيرة الاستشهاد وكثرت العمليات الناجحة للمقاومة على العدو الإسرائيلي. هذه واحدة منها. الطائرة هي يعني شيء جديد يبدو على العدو الإسرائيلي غير الطائرات التي كانت ترسل، وبالتالي لم يستطع إسقاطه يعني استيلاء عليها، وإنما إسقاطها بالنيران. اليوم استعملت المقاومة 3 مرات صاروخ بركان، أو مرة أولى في منطقة ما بين السماقة والرمتة لتجمع للقوات العدو الإسرائيلي، وكانت الإصابة دقيقة لدرجة أن سيارات الإسعاف والطائرات كانت تحوم في المنطقة لتخليص يعني الجرحى. كذلك الأمر كان هنالك يعني استهداف للمقاومة لجبل منذر جنوب المنارة. المنارة أصبحت شبه يعني مدمرة. كذلك الأمر بما يختص بكريات شمونة. هنالك طريق من كريات شمونة، وهذا ما يعني يجب أن نشير له، من كريات شمونة باتجاه المطلي، هذه الطريق كان يقيم العدو الإسرائيلي عليها جدار ليسمح للآليات بعبورها بأريحية، وبالتالي يبدو أن حتى مع هذه الطريق يتعرض أي مارمي في هذه المنطقة إلى نيران المقاومة، وبالتالي هذه المنطقة أصبحت شبه خالية إلا من القوى العسكرية. وعندما تظهر أي آلية عسكرية أو أي يعني جندي إسرائيلي يتم معالجته كما يجب. لذلك ومن حنقه اليوم وسع استهدافاته العدو الإسرائيلي، فقصف رشية، قصف حتى الهبارية هنا ما بين كفرشوبة ورشية في منطقة الهبارية قصفها، ثم استهدف كل هذه المناطق. استهدف الخيام، استهدف الخيام مرجعيون، استهدف كفركلة العديسي
أربع غارات جوية على العديسي. لماذا الغارات على العديسي؟ نحن نعلم بأن العديسي هي المنطقة الأعلى من مسكاف عام. نعم. يعني باللغة العسكرية مسكاف عام هي منطقة ساقطة عسكريا أمنياً. ولذلك نحن رأينا منذ تقريبا الشهر كان هنالك عملية محدودة لتقدم لغاية يعني الخط الفاصل ما بين العديسي ومسكاف عام بعض المقاومين، واستشرس العدو في الدفاع عن مسكاف عام. لذلك هو يشدد دائما على القصف على العديسي، هذه المنطقة. لذلك رأينا اليوم أربع غارات على العديسي، كذلك الأمر على غارات على مركبة حولة، كل هذه المنطقة المحيطة بالسكنات الكثيرة المنتشرة في القطاع الشرقي، يعني مقابل سهل حولة. هذا هو سهل حولة المحتل من قبل العدو الإسرائيلي. فهذا تتركز المقاومة عملياتها هنا، والعدو الإسرائيلي يقوم بقصف القرى جميعها على هذا الشكل. بما يختص بالمنطقة الشرقية، كانت راميا اليوم عرضة لعشر غارات من العدو الإسرائيلي. عشر غارات راميا من العدو الإسرائيلي، يعني لأن المقاومة البارحة استهدفت الراهب وإيفان مناحيم وشتولة. أما عندما قلنا بأن المقاومة استهدفت أيضا مرتين أخريين بالبركان، فهي كانت على خربة ماعر. خربة ماعر هي مربط مدفعية يقوم بمعالجة كامل هذه الجبهة. فإذا كامل هذه الجبهة يقوم بمعالجتها هذا المربط. هو مربط يتألف من 175 و155 مدفعية، وبالتالي مديات طويلة نوعا ما. لذلك استهدفته المقاومة مرتين اليوم بصواريخ بركان وحققت فيه الإصابات. فقام الطيران المعادي باستهداف الناقورة، باستهداف علم الشعب حمول، باستهداف الظهيرة يارين مروحين شيحين لغاية مجد الزون. كل هذه المنطقة وطير حرفة، كل هذه المنطقة كانت عرضة للاستهدافات من قبل الطيران ومن قبل المدفعية الإسرائيلية. هذه كانت الحال اليوم في جنوب لبنان. طيب. مع العدو الإسرائيلي. نعم. سيادة العميد، يعني قبل أن أنتقل إليك، سيادة اللواء واصف، نعرض هذه المشاهد التي خصصتها الولايات الناصر صلاح الدين، وهي لإسعاف مشاهد لإسعاف أحد ضباط الاحتلال. Doctor, thank you very much and appreciate it. Doctor, thank you very much and appreciate it. בבקשה ממך, תפסיקו לחפש צרות. אנחנו רוצים שאנשים ומשפחות של אנשים יחיו שלום ובכבוד. ולא יהיו עוד מקום לפנות. אני מבקש ממך, תשחרר את כל מי שאתה יכול. תהיה חכם. העתיד שלנו ושל האנשים הטובים פה בעזה הוא עתיד אחד. אנחנו לא רוצים מלחמות.
إذن كانت هذه مشاهد بثتها الولايات الناصر صلاح الدين وخصصت بها الميادين حول محاولات إسعاف الضابط الإسرائيلي، وأيضا قاموا بقتله رغم هذه الاحتلال الإسرائيلي قام بقتله، وربما هذا أحد أهداف الاحتلال. سعد الليك سيادة اللواء، الحديث عن الجبهة الشمالية في مقطع الفيديو الذي بث في بداية الحديث عن الجبهة الشمالية والذي بثه حزب الله بعنوان رمات الماهرون، لاحظنا أن الحزب تعمد في هذا المقطع يعني تصدير الأسلحة ليست بالجديدة، اقتصرت على التاندوم وبي 10 وأيضا حتى الكونكورس وليس الكورنيت وهو نسخة أقدم. يعني هل تعتقد أن هناك رسالة يريد أن يوصلها حزب الله للاحتلال الإسرائيلي؟ أعتقد حزب الله أرسل رسائل متعددة منذ 18 حتى اليوم. الرسالة الأولى وهي القرار، يعني قرار أن الإسناد بأنها جبهة مساندة للمقاومة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بحاملة الطائرات والسفن الغواصات وقوات الدلتا من أجل ردع المنطقة، ولكن المقاومة اللبنانية أعلنت عن موقفها وأخذت زمام المبادرة الذي كان يريد نتنياهو أن يأخذه، وهذا كان يعني الرادع الأول للجيش الإسرائيلي. وكما تحدث سيادة العميد شربل، يعني حينما تحدث أيزنكوت عن خطورة الجبهة الشمالية وأن يعني وقف فتح الجبهة من قبل إسرائيل كان يعني صائبا، وهو كان يشجع ذلك، أنا بتقديري لأنه كان يعرف تماما، هو كان رئيس هيئة أركان ويعرف أدق المعلومات عن الجبهة اللبنانية وماذا يوجد في الجبهة اللبنانية من إمكانيات متطورة. وحينما يتحدثون عن رماة، نعم هناك رماة ماهرون استطاعوا من خلال من يوم 18 حتى اليوم أن يثبتوا كفاءتهم وقدراتهم القتالية، سواء في الميدان العسكري أو سواء في استخدام السلاح. يعني حينما نتحدث عن بنك أهداف، أنا أعتقد أنه بنك الأهداف الذي تم استخدامه من قبل حزب الله يرسل رسائل أقلقت إسرائيل. يعني حينما نتحدث عن قاعدة نيروم وما تحويه هذه القاعدة من معلومات سرية وأمنية واستخبارية، وهو هدف دقيق أيضا يعتبر من حيث الرماة والرماية، وأصابوه بدقة وأوقعوا فيه خسائر كثيرة، إضافة إلى المسيرات التي انطلقت نحو عكا ونحو الداخل عمق فلسطين المحتلة، أيضا هذه رسائل. فبالتالي نحن نتحدث عن رجال، نتحدث عن سلاح، نتحدث عن بنك أهداف، نتحدث عن معركة أمنية واستخبارية ومعلومات دقيقة جدا، نتحدث عن قوات الرضوان التي تدربت على العبور اقتحام المواقع، نتحدث عن مفاجآت ما زالت موجودة من أسلحة دقيقة وصواريخ دقيقة وإمكانيات ربما لم يعلن عنها حزب الله حتى الآن. كل هذه أنا بتقديري هي التي تردع إسرائيل وتمنعها من الذهاب إلى الجبهة الشمالية، علما بأن نتنياهو حاول أكثر من مرة أن يورط الأمريكي معه. لذلك أخي العزيز لاحظ أن الأمريكي دائما وأبدا يركز، يعني حتى بلينكن في زيارته الأخيرة نتنياهو رفض كل الطلبات ما عدا طلب فتح الجبهة باتجاه لبنان، لأنه نتنياهو يعرف تماما أنه فتح الجبهة مع لبنان ومع حزب الله تحديدا هي ليست كبقية الجبهات، وأنه إذا لم يكن الأمريكي مشاركا مع الجيش الإسرائيلي لن يستطيع هذا الجيش فتح هذه الجبهة. لذلك نحن نتحدث عن مقاومة ما زالت تملك مخزون. طب سيادة اللواء، بالحديث عن الجبهات والقدرات والإمكانيات، بالحديث عن الجبهات والمفاجآت، ربما كانت الجبهة اليمنية هي إحدى مفاجآت هذه الملحمة، ملحمة طوفان الأقصى، ليس فقط الجبهة اليمنية، أيضا سيادة اللواء واصف أيضا هناك الجبهة في العراق التي ما فتحت تستهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية، كيف تنظر إلى اشتعال هذه الجبهات وتحديدا بعد إعلان اليمن بالأمس استهداف سفينة كيم رينجر؟ يعني كل التحية والتقدير والتثمين من الشعب الفلسطيني ومن كل حرب، كل حر عربي ينتصر للمقاومة والمقاومين لهذا الموقف الشجاع. يعني منذ اليوم الأول أعلنت اليمن موقفها المبدئي غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة، لذلك قالت سنستهدف أي باخرة أو أي سفينة تحمل معدات قتالية أو لها علاقة بإسرائيل. وهذا أنا بتقديري مطلب عام، ليس فقط من إخوتنا في اليمن، حتى في داخل البيت الأبيض، حتى بالأمس كان هناك مظاهرات في واشنطن. أمريكا الشريك في الجرائم مع إسرائيل
هناك في البيت الأبيض ومن مصدر القرار يعني طلبوا. نعم. وهناك استقالات عندهم لدعمهم الأعمى لإسرائيل ومن أجل وقف العدوان. ولكن أمريكا يعني ذهبت إلى خيار العسكرة، عسكرة المياه. وأنا أعتقد نعم. أنه يعني مواجهة الإخوة اليمنيين للولايات المتحدة الأمريكية ولمن يتحالف معها من دول الاتحاد الأوروبي يكفينا فقر أنها هي الآن تتصدر هذه المواجهة وأنها قادرة وصامدة وصابرة وتتحمل. صحيح أن إمكانيات الأمريكي وحلفه أكبر بكثير من قدرات ولكن يبقى العزيمة والإرادة. نعم. الإرادة. الأمور لا تقاس بالإمكانيات اليوم بعد ما حصل في قطاع غزة وهذه البطولة التي سطرتها المقاومة الفلسطينية. للأسف يعني عذرا عن المقاطعة، ولكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الميدانية. جزيل الشكر لك اللواء واصف عريقات، كنت معنا من رام الله، وأيضا الخبير في الشؤون العسكرية العميد شربل أبو زيد. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الميدانية، ولكن الميدان مستمر ومشتعل منذ 7 من أكتوبر. في أمان الله.